لا كمثل جبال. هاهو الشراع مدوا الشراع، هاهو الشراع هاهو الشراع مدوا الشراع. في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الشراع من قناتكم قناة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحديث الشريف: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم ترك الحبل على غالبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة من هذه المقولة أو هذا الحديث الشريف، ما الفائدة في اللعب، ما الفائدة من اللعب في السنوات الأولى للطفل كتوجيه نبوي في التربية والتنشئة؟ ما هو اللعب المفيد لأبنائنا يا ترى؟ وما دور اللعب في مد جسور المحبة والترابط بين أفراد الأسرة؟ وهل هو حقا مرحلة تمهيدية لمرحلة التأديب؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها والإحاطة بالموضوع مع المختصين. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالضيوف بعد هذا الفاصل في ركن الوتد. ينضم إلينا الأستاذة التهامي زروق، إمام مسجد البشير الإبراهيمي ببلدية مفتاح ولاية البليدة. السلام عليكم أستاذنا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم في هذه القناة المباركة. أسأل الله عز وجل أن تكون ساعة فيها الفائدة والإفادة للجميع بإذن الله عز وجل. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك أستاذنا. أيضا ونحن نتحدث عن الطفل ونحن نتحدث عن شؤونه النفسية احتياجاته، ينضم إلينا الدكتور عبد الحليم فول المختص النفسي. السلام عليكم أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذة، مرحبا شيخنا، ربي يبارك فيك. بارك الله فيك أستاذنا. أستاذ تهامي زروق، نبدأ دائما في هذا البرنامج برنامج الشرع بالتأصيل الشرعي لكل موضوع، وربما قد يتساءل المشاهد ما هو التأصيل الشرعي لموضوع اللعب، لعب الأطفال وأهمية هذا الموضوع، إلا أن في بيت النبوة كل الإجابة على هذا السؤال. نعم صدقتي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة ليس في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم بل في بيت الأنبياء. كثيرا ما نقرأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وبداية القصة: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فأبوه والده يعقوب عليه السلام لم ينكر عليهم اللعب، والنص القرآني دقيق حينما ذكر اللعب، يعني أكيد فيه فائدة. وفي بداية الصورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم. وفي خاتمة الصورة: أولئك، أو يعني في غيرها: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما كان حديثهم يعني حديثا يفترى، بل فيه حكمة، بل فيه كما ذكرت تأصيل لهذا الأمر. فالله عز وجل ذكر بأن إخوة يوسف اصطحبوا هذا النبي وهو يعني طفل ليلعب معه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع من الرعي، وفي بعض القراءات وفي بعض التفاسير يعني من التوسع في اللعب. وهذا لا شك أنه يعني يكسب الطفل مهارات، كما يعني يتقدم المختص يفصل لنا في ذلك في غالبا. طيب، بعد ذلك كذلك في موروثنا النبوي، في الأحاديث النبوية، في المأثورات، زيادة على الأثر الذي ذكرته، هناك مقولة: أن الطفل سبع أمير، وسبع أسير، وسبع وزير. السبع الأولى هي سبع أمير، يعني يلعب، يلهو، يلعب. طبعا هناك فرق بين اللهو واللعب، يعني في الشرع اللعب دائما بعده تكون هناك فائدة، فائدة جسمية أو فائدة علمية أو فائدة اجتماعية أو فائدة تعود على العائلة أو إلى غير ذلك. اللهو في الغالب يعني نوعا ما مذموم، أما اللعب فأكيد أن فيه فوائد.
إذن قال سبع أمير، يعني يفعل ما يشاء، نترك له مساحات للعب، مساحات ليعبر عن شعوره وعن نفسه. والعجيب أن قالم التكليف لا يسري على الطفل في هذا السن، وهذه نقطة مهمة جدا. رفع القلم عن ثلاث وعن طفل حتى يبلغ. هنا هذه دقيقة جدا، يعني الله عز وجل بحكمته أعطى فرصة لهذا الطفل حتى يلعب ويخطئ ويتعلم من أخطائه. فسبحان الله، أحيانا نحن نتدخل لنفرض شيء من الحزم على هذا الطفل خلافا للفطرة التي اقتضاها الله عز وجل له. نغير الفطرة، كأننا نغير الفطرة. فالله عز وجل بحكمته وواسع علمه رفع قلم التكليف على هذا الطفل، حتى وإن أخطأ له ذلك يتعلم من أخطائه. وطفل اليوم هو رجل الغد. ثم إذا تأملنا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وجدناه مع اهتماماته العظيمة ومشاريعه الضخمة. هو صلى الله عليه وسلم كان النبي والرسول والزوج والأب وقائد الأمة وقائد القوات، وكان يعني يجيش الجيوش، يعني عنده مهام كثيرة. ومع ذلك كانت له مساحات، لا أقول مساحة، خيركم لأهله، كانت له مساحات مع يعني مع من معه في البيت. مرة دخل أحد الرواة هو يروي فيقول وجد الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يلعب معهم ويمشي على أربع أصباطه. نعم، وأبناء فاطمة رضي الله عنها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع الحسن والحسين على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. فتعجب الراوي، يعني كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يفعل مثل هذا؟ فقال والله نعمة الجمل، يعني في روايات كثيرة. فتعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان هما، يعني نعم الجمل جملكما، قال ونعم الفارسان هما، يعني في تفاعل بسرعة عجيبة. مع مرة كذلك كانت فتاة صغيرة اسمها أم خالد بنت خالد ابن سعيد، هذا من أول من أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم عاد يعني بعد ذلك. فهي يعني قضت فترة صغيرة في الحبشة، فمرة جيء بملابس فتذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هاته لمن هاته لمن، فقال اتوني بأم خالد. فألبسها ذلك اللباس، وكان فيه شيء من الألوان الذي يجلب الأنظار للأطفال إلى غير ذلك. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم تعلقها بهذا، فجعل يقول لها سنه سنه، وسنه بلغة أهل الحبشة لأنها هي تربت في الحبشة معناتها جميل وحسن. فصرت وأدخل السرور على نفسها وجعل يدعبها صلى الله عليه وسلم. يعني في كثير، مرة كذلك جعل يعني يداعب أبناء العباس، عبيد الله وعبد الله وكثير بن عباس، وهما من بعيد يجعل لهم كأنه سباق، والذي يصل إليه أولا يحمله على صدره الشريف ويضمه إلى غير ذلك. يعني وهناك مدرسة في الحنان. نعم، والأبوة. وهو القائل خيركم لأهلي. مرة على صبية يرمون النبل، وهذه لعبة كذلك يلعبها الأطفال، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ففرحوا، يعني لو هنا الواحد منا مثلا يجد أبناء يلعبوا قال اذهبوا للدراسة أو كذا، يعني هي فترات لابد أن ينالوا منها حظهم. فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم لم يتوقف الأمر عند هذا، يعني كانوا هما فريقان يتنافسان، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم فريق فقال سأتنافس مع الفريق الآخر. الفريق الآخر لم يرمي، قال لي ما؟ قالوا يا رسول الله المباراة محسومة. أكيد جدا ما شاء الله. كيف أنت يعني معهم؟ أكيد. وشوف يعني هذا الاحترام للنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا التفاعل منه صلى الله عليه وسلم، كيف ينزل يعني من سماء مجده وكماله إلى هاته البراءة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا معكم جميعا إذن. وحديث يعني كثيرة كذلك
ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يراعي هذه الفئة. كان صلى الله عليه وسلم بنت ابنته زينب بنت العاص فكان يحملها في الصلاة سبحان الله، فإذا سجد وضع ثم يحملها مرة أخرى، ويتحمل من هؤلاء الأبناء الشيء الكثير صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك يدل على أن اللعب في هذه المرحلة له فوائد عظيمة، ومن دون شك أهل الاختصاص سيدلون بدلوهم في هذا الميدان بارك الله فيك إن شاء أستاذ. الله عز وجل بارك الله فيك أستاذنا على هذه الصور المشاهد الجميلة الرائعة البليغة من بيت النبوة بارك الله فيك. أستاذ عبد الحليم فول، تقول الحكمة: الطفل عقل يدرك وجسد يتحرك وقلب يخفق. ما فائدة اللعب عند الطفل خاصة في كل هذه الجوانب الثلاث، وهل هو احتياج؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء حبيت نقدم ملاحظات. لماذا كنقولوا اللعب؟ كاين مرات حنا يظنوا الناس اللي يسمعونا انه نتكلموا على الهاتف، نتكلموا على التلفاز، نتكلموا على العاب متعدده اصبنا بها في العصور المتاخره من ما يحدث للبشريه جمعاء. معظم المختصين في العالم يدقون ناقوس الخطر، يقول لك عوض انه كنا نتكلموا في هذيك المائده تاع العشاء، الان ولينا كل واحد شاد الهاتف، والهاتف هو عباره عن تلفاز، والهاتف هو عبارة عن أصوات وألوان وأحداث متعددة وألعاب. كل واحد في الشومبرة نتاعو نقولوا في الغرفة نتاعو بعيد على الأب والأم ويقدر يغلق الغرفة وهما لا يدرون تماما ما يحدث. حنا كي نقولوا الألعاب في علم النفس وهي مجال واسع جدا، حتى كاين كتب عديدة تتحدث على سيكولوجيا اللعب. حتى في الجامعة حنا نقريو هذه مادة سيكولوجيا اللعب ولا العلاج باللعب، موضوع شاسع. لا نتحدث عن اللعب العشوائي الذي يحدث الآن. أنت أول أمر قبل ما نديروا الخطوات الأساسية في هذا الموضوع نقول اللعب هو نشاط موجه، ماشي النشاط اللي نشاهدوه الآن. ماشي أنه أنا خليت وليدي يلعب وعطيت له الهاتف، خليت وليدي يلعب أمام التلفاز، لا لا هذا خطر جدا. لا نقصد بالنشاط الإلكتروني. نعم الألعاب الإلكترونية. نعم. ولكن أستاذ ماذا تقصد بالنشاط الموجه؟ رائع. نشاط موجه وعلم النفس كيقول يقول لاعب سيكولوجية لعب هي نشاط موجه يهدف إلى الأطفال، نخليهم ينموا قدراتهم المعرفية ويوسع لهم الآفاق تاع المعرفة من خلال تنمية القدرات، القدرات النفسية، القدرات الوجدانية، قدرات سلوكية، قدرات العقلية، القدرات الجسدية كما تكلمتي الآن. معناتها هذاك النشاط موجه عنده هدف، نعم يكون عن طريق التسلية والمتعة، لكن هو عنده هدف اللي هو تنمية القدرات وهذوك المدارك العقلية. وكاين مرات وين حتى سيكولوجية تلعب في علم النفس أنه نعطيه له مبادئ العلوم، نعطيه له مبادئ المعرفة من خلال اللعب. أما ما يحدث الآن هو النوع من كيفاش نقوله، هو خطورة شديدة. معناتها في المقدمات علم النفس عندما نتكلم على الأوضاع اللي يمر بها البشر الآن فيها خطورة. لماذا؟ لأنه يقول لك خلي الأولاد يلعبوا، لكن ماشي نشاط موجه، ما علبناش ماذا يحدث خاصة في وسائل التواصل ولا الهواتف ولا الألعاب الإلكترونية ولا الإدمان على الألعاب الإلكترونية. قد يفرح بعض الآباء أستاذ عندما يفتحوا أبنائهم الهاتف وهم في عمر صغيرة، يقول لك صغير ويعرف الهاتف ويعرف يفتخر بذلك، العيادة دائما لكن لا يعرف يعرفوش يعني خطورة. هي بكل بساطة دائما نقولوا في العيادات هذاك الجهاز هذاك الهاتف هو يفتح المجال على 8 ملاير إنسان في الكوكب. أنت 8 ملاير فيهم مرضى النفسانيين، فيهم الناس اللي يعلمونا عقائد فاسدة، الناس اللي يعلمونا سلوكات منحرفة. إذا الإنسان يأخذ حذره. إذا تحدثنا عن اللاعب هو دائما في علم النفس هو موجه، نشاط موجه، ونديروا 70,000 خط تحت موجه. والموجه وبعدها نقول الهدف نتاعه هو تنمية القدرات. ما هي القدرات؟ هي القدرات السلوكية. معناتها الطفل يولي يقدر يتحكم على سلوكاته الخارجيه في الجسد نتاعو، وحتى سلوكات هذيك الوجدانيه، معناتها يقدر كيفاش نقولوا يتحكم في القلق المخاوف اللي يجي في الالعاب. معناتها راح يطور الذكاء العاطفي اللي دائما نتكلموا عليه في هذه الحصه. والقدرات العقليه لماذا؟ لانه على بالنا بلي الالعاب دائما تكون تحكي على تنميه القدرات العقليه، الرياضيات، المعارف، المسابقات، فنون الخطابه، المسرح، الاناشيد، هذو هما الالعاب. دائما نعاود نذكر هو نشاط موجه لتنمية قدرات الأطفال من الناحية السلوكية، من الناحية الوجدانية، من الناحية العقلية، من الناحية الجسدية، ومن الناحية المعرفية. يكون فيه متعة،
يكون فيه تسلية، لكن الهدف النهائي هو نعطي له مبادئ العلم ونعطي له آفاق المعرفة المتعددة. هنا رانا نتكلم على النشاط اللاعب اللي راح يبني لنا الأطفال. أما الأشكال الأخرى اللي نتعرضوا لها الآن هي فيها نوع من الخطورة. إذا قدر أي واحد راه يسمع فينا الآن يقدر يدير قائمة يقول أين وين الأولاد وين يكونوا من الصباح للمساء ويشوف هل فيها نشاطات فيها فائدة، يسجل يحكم ورقة ويقول ابني الصباح كان هنا، بعدها كان في التلفاز، بعدها في الألعاب الإلكترونية، من شاشة إلى أخرى. نعم، ويشوف هل هذا النشاط هو موجه لتنمية قدراته، ويلقاها دائما ضيع قدراته، دائما تعطي له انفعالات زايدة. احنا نعرفوا الأطفال عندما بعدهم على التلفاز ماذا يحدث؟ انفعالات، صراخ، غضب. وإذا شتي أستاذة كان عديد من الفيديوهات يديرهم مختصين أنه أطفال قبل الشاشة وأطفال بعد الشاشة. أطفال قبل الشاشة يلعبوا ألعاب تنموية تنمي قدرات الفكر العاطفية، لكن بعد ما يعطيوا لهم الشاشات الإلكترونية يبدأ الطفل يصرخ وحده، الطفل يخبط راسه في الحيط. احنا نقولوا ما هو السبب؟ لماذا؟ لأنه ولا ما يقدرش يتحكم قدراته، ينعزل عن الآخرين، انعزال، بكاء، الصراخ. لماذا؟ لأنه العواطف نتاعو ما يقدرش يتحكم عليها، ما يتحكم فيها. حنا وأنا أشاهد التلفاز قدراتي الذهنية نائمة تماما، وأنا أشاهد التلفاز قدراتي العاطفية نائمة تماما. على ذلك غير توقف التلفاز، توقف الشاشة، يبدأوا الانفعالات هذوك اللي ما تعرفهمش، متى يجي القلق ما نعرفوش، بعد الغضب، بعد الحزن. لكن في الحالة الطبيعية يجينا القلق نشوفه ونبدأ يولي عندي ذكاء عاطفي لهذه الدرجة. نعم، وكأنه أنا نغمهم كل بركان. هو كيكون مشاهدة، كان كتاب رائع اسمه الأطفال والإدمان التلفزيوني، ننصح أي ولي الآن يشاهدنا أم ولا أب يقرأ هذا الكتاب، الأطفال والإدمان التلفزيوني ولا دوكا الخطورة أنه الألعاب الإلكترونية. والطفل وهو يشاهد هذه المشاهد الإلكترونية ولا الألعاب، العواطف نتاعو جامدة تماما، ذهنه جامد تماما. بعد ذلك غير يتوقف العواطف ينفجروا وكأنه بركان، وشوفوه يصرخ ويتنطط لداخل المنزل. إذن حنا نعود نقولوا بلي سيكولوجيا اللعب نتحدث على نشاط موجه لتنمية القدرات العاطفية والوجدانية والسلوكية والجسدية، وهذا يكون عن طريق تسلية، عن طريق الترفيه، لكن عنده توجيه نحو زيادة المعرفة وإعطاء المبادئ الأساسية. كان أولياء يقدموا مبادئ أساسية للرياضيات عن طريق اللعب، مبادئ أساسية في الدين عن طريق اللعب، مبادئ أساسية لفهم الكون، فهم الفيزياء عن طريق اللعب. نعم، معناتها دائما نكونوا موجهين نحو هدف مهم اللي هو تنمية القدرات. بارك الله فيك أستاذنا على هذا المدخل المهم في علم النفس. سنعود إلى نقطة اللعب الموجه للتفصيل فيها كثيرا. أستاذ تهامي زروق، اليوم لابد أن نتحدث عن نقطة التفرغ للأبناء. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خير من علمنا هذه النقطة، وهو من كان يحمل رسالة تبليغ التوحيد للبشرية، وهو من كان يحمل رسالة إخراج أمة خير أمة أخرجت للناس، وهو من تفرغ لبناته، تفرغ لفتيان الصحابة من حوله، تفرغ حتى لأصباطه وحفيداته. كيف ذلك أستاذ؟ نعم، ما ذكرته حقا، وكفى في هذا الباب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مجموع الأحاديث كلها تبين بأن الأب أو الأم كذلك بأنهم يعني مسؤولون عن هؤلاء الأبناء، المسؤولية الأولى تقع عليهم. للأسف الشديد هنا اليوم نرى شبه استقالة من الأولياء، خاصة مع ظهور هذه وسائل التكنولوجيا، التلفاز، الهاتف إلى غير ذلك. وهنا اليوم سأستفز يعني مخاوف البعض في هذا الباب. يعني لو قيل لأحدنا بأن ولدك اختطف أكيد سينفعل، وربما تتغير حياته رأسا على عقب. ولكن وللأسف الشديد ماذا تقولين أستاذة لو قلت لك بأن كثير من أبنائنا مختطفين؟ نعم، درجة بدرجة اختطفتهم. نعم، وسائل الإعلام اختطفتهم هذه الهواتف النقالة وخطرها الذي ذكره الأستاذ مشكور. هنا اليوم وللأسف الشديد الإنسان ربما راه جالس في غرفة
وهو لا يدري تماما أين أبناؤه، أراه في مقهى، هذا إذا كان يؤدي في عمل فيه قيمة، وهو لا يدري تماما، ربما أبناؤه عنده عشرات الأصدقاء الافتراضيين ولكنهم يأثروا على حياته، يأثروا على القيم، يأثروا على العقيدة تاعه. فيعني ابنك ما معنى أنك تخاطب لا يرد، بينما له روابط مع أناس ربما في بلدان أخرى. إذن الابن هذا مختطف والآثر سيظهر بعد أعوام. طيب ما هو الحل؟ الحل هو أن نخصص وقتا لأبنائنا، هذا واجب، هذا واجب علينا، وهذا من القوامة التي أعطانا الله عز وجل إياها. هذه النعمة، نعمة الأبناء التي رفعت أكف الضراعة من أجلها. نعم. أنبياء دعوا الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان الله، أنبياء دعوا الله عز وجل أن يعطيهم أولاد، ثم يأتي مسلم، ربي يمكنك من هذه الذرية، ما شاء الله صفحة بيضاء، طفل اليوم هو رجل الغد، طفل الذي سيكون رئيس لهذا البلد هو اليوم طفل، والذي سيكون طبيب هو اليوم طفل. نعم. والذي سيكون إمام هو اليوم طفل، فكيف كل هذا الإهمال في حقهم؟ هذا يعني الله عز وجل يحاسبنا عليها، سبحان الله، جريمة شنيعة في حقهم. الإشكال أين؟ الإشكال أننا هذا العمل فيه نوعا ما مشقة، لماذا يتهرم منه البعض؟ البعض يحاول أن يمارس هذا اللاعب مثلا أو هذه المسؤولية مع الأطفال، ولكنه يضيق ذرعا به، لأن الطفل كما ذكرنا في بداية الحصة خالق الأكوان رفع قلم التكليف عنه، من حقه يخطئ. فهنا مع بداية اللاعب ما نخلولوش مساحات للأخطاء، وربما ما نعطوهش فرصة أنه ينتصر. يعني حتى الإنسان كي يلعب مع الولد تاعو مرة يتظاهر بأنه منهزم حتى يعطيه فرصة فرحة بأنه فعلا حقق مكسب إلى غير ذلك. فللأسف الشديد هذا الشيء متعب للنفس، يجعل الإنسان يمر يعني يشعر بمشقة، فربما يعني ربما يؤدي الدور 5 دقائق أو 10 دقائق ثم ينسحب من الساحة. ولكن علينا كما قال الله عز وجل في الصلاة، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني كاين درجة فوق الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني في هذا السياق، يعني في هذا السياق تربية الأبناء تحتاج إلى اصطبار، ليس فقط صبر، إلى اصطبار. أما مع أول محاولة أن الإنسان ينهزم أو يتقلق أو يقول وليدي الذراري، كما الكثير من الناس يقول لك الذراري تاع هذا الوقت ما قدرناش نفهموهم وما كذاش وما كذاش، ثم ينسحب من الساحة. طيب انسحبت من الساحة، من الذي ملأ ذلك الفراغ؟ هنا الخطورة. إذن القضية مش قضية أننا مخيرين في ذلك، يجب علينا، لأننا في الأخير سنجني ثمار، إما ثمار طيبة والتي سنفرح بها في الدنيا والآخرة، وإما ثمار وللأسف الشديد لا قدر الله يندم عليها الإنسان في حياته ويندم عليها عند لقاء الله. لأنه نعم، من أراد أن ينتهج منهاج النبوة ويكمل دينه كاملا عليه أن يتبع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في هذا الجانب. نعم. يكون يعني الأمر مكتمل من كل الجوانب. نعم، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم العجيب أن له كان أكثر، يعني كما بيت النبوة صلى الله عليه وسلم كان اجتمع عنده 9 نسوة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن جميعا بأن ينشرن ما يرونه في بيته، وهذا قمة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة. ومع ذلك يعني لم تنقل إحدى زوجاته أنه كان يضيق ضرعا بالأطفال، أو كان يضيق ضرعا بتحمل المسؤولية، أو كان مثلا يدفعهن بحيث يكون انعزالي إلى غير ذلك. وبين قوسين أستاذ، هو رب ابناءه وأبناء نسائه. نعم. يعني عنده نساء أخريات، يعني عندما تزوجنا بالنبي عليه الصلاة والسلام صدقت أتينا بأبنائهم. نعم، ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كل مما يليك. نعم. سمي يا غلام الله، يا غلام سمي الله، وكل مما يليك، هذا كل الحديث كل بيمينك وكل مما يليك. هذا نعم، هذا الولد الصغير تربى في بيت النبوة، لم يكن يعني من بيت النبوة. نعم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل بطريقة إن صح التعبير فوضوية قليلا. فقال له يا غلام سمي الله. قال العلماء في هذا الحديث
يعني معالم التربية. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني هذا الطفل إذا تعلم أن يأكل مما يليه في بداية حياته فإنه حينما يكبر لا تمتد يده إلى الحرام، سبحان الله، لأنه تربى وهو صغير أن يأكل من اللقمة من حقه فقط، من حقه، فيكبر على القناعة ولا لا يكبر على على الجشع وعلى الطمع. على الآخر. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام. بارك الله فيك أستاذ، أحسنت، أحسن الله إليك. أستاذ عبد الحليم فول، الحديث يقول لاعبه سبعا وأدبه سبعا، مباشرة بعد السبع الأولى التأديب أو الأدب، علمه الأدب. هل مرحلة اللعب هي مرحلة مهمة في مرحلة التربية؟ نعم، مهمة جدا. لماذا؟ لأن اللعب يعطينا مجموعة من الفوائد، أهمها هي تأكيد الذات. لماذا؟ لأن اللعب دائما فيها فائز وخاسر، وبالتالي هذاك الطفل الصغير يبدأ يتعلم هذاك توكيد الذات، يعني فزت يعني نجحت. الأمر الثاني يتعلم احترام الآخر، لأنه يا إما راهو خاسر يا إما رابح، معناتها راهو يحترم الطرف الآخر يلعب معاه، يتقبل الخسارة، يتقبل الخسارة ويتقبل حتى الآخر، بحالة ما إذا نجح عليه هو خسر وعاود هو يربح والآخر يخسر. أنت هذه تعطي له فرصة أنه يرتقي من ناحية الانفعالية، خاصة في التعامل مع الآخر. بعدها اللعب راح يعطينا مهارة الالتزام بالقوانين، كما قال شيخنا، معناتها أنا وأنا صغير عندي لعبة عندها قوانين عندها مبادئ، كي نكبر نولي نعرف القوانين والمبادئ، لأنه كي كنت صغير التزمت بالقوانين والمبادئ. كل لعبة في العالم عندها قوانين وعندها ضوابط ومبادئ، إذا تدرب عليها الطفل الصغير كي يكبر يولي سهل أنه يلتزم قانون المرور، يلتزم قانون الدراسة دائما. عكس ما نشاهده اليوم، نعود إلى نقطة اللعب الموجه أستاذ، الفضاءات، فضاءات اللعب خارجا هي عبارة عن زرزيحة، اسمحوا لي نقولها لا أعلم حتى مصطلحها باللغة العربية، زحليقة أو جعلولة أو هذه الألعاب، هذه ليس لها قواعد. يعني شوفوا الأطفال يتحركون في كل مكان دون احترام أي قاعدة، يعني لعبوا التنطيط، لعبة التنطيط أيضا، يعني ألعاب عدة ولكن فرضت علينا فرضا في مساحات عامة. ولكن ألعابنا القديمة فعلا أستاذ كانت ألعاب ذات ذكاء عالي، مواد من 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 المحيط. بكري كنا، سمح لي المشاهد الكريم، ولكن بكيس حليب كنا نصنع ألعاب عديدة جدا. بالقصبة هذه كنا نلعبوا بها، تولي عندنا مهارات تاع اليد باش نقلبوها، كان عندنا هذيك الضامة نلعبوا فيها. تحكم في الأصابع، تحكم في الذكاء، تحكم في انفعالاتنا كما قلت، حواراتنا فيما بيننا، تكوين، وهذا كان يخرج منا قادة، تكوين فريقين. هذه الألعاب أعتقد أنها انسحبت من المجتمع، أم ما الذي تغير أستاذ؟ لأنه الأسباب هي دائما الألعاب الإلكترونية دائما وأبدا. لماذا؟ لأنه الأولياء دوك بكل بساطة يقول لك طفل صغير عمره عامين ثلاث سنين نعطي له الهاتف، وهو الحجة نتاعه الوحيدة ذاك الولي الأم ولا الأب يقول لك أنا الهاتف نتاعي. معناتها أخو صغير يزيد يناقشك في التملك، يعطي له هاتف ويولي ملكه لهذاك الطفل الصغير. يا أخي، ونقول من هذا المنبر، طفل قبل 16 سنة ممنوع عليه الهاتف، علميا عالميا قاعد يقولوها. قبل 16 سنة ما تعطيلوش الهاتف، ما تعطيلوش شاشة، بعد حتى في منظمة الصحة العالمية كيتكلم على شاشة التلفاز تقول ساعتين فقط، هذا أقصى حد مقسمة، لكن ماشي من صباح العشية. نعم. أنا على ذيك نقول أي واحد اللي راه يشاهد فينا الآن، أول أمر ديره حكم ورقة، وخاصة في هذه العطلة الصيفية، وبدأ تسجل ملاحظاتك. الطفل كي ناض صباح وش دار بعدها، وش دار بعدها، وش دار، باش راح تشوف المشتتات اللي راح تدمر الأسرة نتاعك، راح تشوف الأولاد باللي ما همش يلعبوا معاك. شيخنا كي كان يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في اللعب. حنا الأولياء هل نحن نشارك أولادنا في الألعاب؟ لا، رانا بعاد تماما. المهم راهو خاطيني، وقتاش ننتبهوا؟ ننتبهوا كي يخطئ نروحوا نجروا ليه نضربوه، لكن كي يكون يلعب مخليينه. هي لا، لازم مشاركة تاع الأسرة نلعبوا معاه، هذه مهمة. معناتها أول حاجة لازم أنا نسجل نشاطاته من صبح تربي للعشية، ونقول وين راهم الأخطاء، ونسجل حتى الوقت، هذه علميا. معناتها نسجل نقول ها واش دار، ها واش دار، ها واش دار، شحال بقى، ما هو الوقت المستغرق في هذه، وراح نشوف كوارث. ملاحظة راح تعطيني كوارث اللي رانا نمارسوها مع الأطفال. تلقى بالك في الهاتف خمس سوايع، وأنا في العيادة دائما نديرها، نقول لهم هاو جدول، سجل لي واش راك دير. أتذكر الطفل واقع 16 ساعة بالهاتف في اليوم، اللي نوض صباح
قلت له عطيته قلمين، قلت له القلم الاخضر كي تكون تتعامل مع البشر، يمك باباك جدك خالتك اي واحد مهم بشر، وبالاحمر كي تكون تتعامل مع الاجهزه الالكترونيه التلفاز الالعاب الالكترونيه. الجدول الاسبوعي كامل بالاحمر، معناتها البشر بعيد عليهم تماما، حتى كي يعيا راح يرقد ما يتعاملش مع البشر. ما كاش اللون الاخضر كامل في حياته. هذيك نقولوا بعدها نبداو نقولوا عنده تأتأة، نقولوا ما عندوش ثقه في النفس، ما عندوش توكيديه. احنا بدينا مع اللون، قلنا اهداف اللعب انه تعطيني تاكيد الذات، اهداف اللعب انه تخليني نحترم الاخر، انا رابح ولا خاسر راح نحترمه. الامر الثاني راح تعطيني فرصه كبيره انه ننضبط بالقوانين كي نكبر. الامر اللي بعده انه تعطيني الثقه في النفس، معناتها نولي واثق من ذاتي من خلال الالعاب راح نكسب المهاره. بعدها اهم حاجه انه اذا كان اللعب موجه راح نكتسب معارف ويولي عندي افق واسع. انت قلتي الالعاب اللي كنا نلعبوهم بكري كنا دائما الالعاب تاع الكلمات، مثلا اعطيني كلمه تنتهي بكذا، الالعاب تاع الاشعار نبداو بيت شعري والاخر يذكرني. كان حتى ممارسات ما نسموهاش لعب لكن نقولوا نوع من الذكاء. انا اتذكر كان مجموعه من مدرسه قرانيه كانوا في الصيف كيف مسابقات حفظ للقران كان نوع من انواع يبدا بايه والاخر الفريق الاخر هذاك المشرف عليهم يقول له انت ابدا الايه وبعد مباشرة ينتقل الثاني يبقى في حالة تأهب. والحفظ نتاعهم كان راقي جدا وعميق. لماذا؟ لأنه دائما طفل في حالة تأهب، دوك الشيخ يشير علي على هذه هذا النوع نقولوا لعب موجه راح يعطيني فرصة أنه نرتقي. لكن الألعاب اللي راهم دوكا خطير، أنا نقول أول أمر حكم ورقة وستيلو سجل خاصة في الصيف واش راهو يديروا الأطفال نشاطاتهم باش تشوف التشتت الحاصل في الأسر نتاعنا. بعدها انت لازم تبدا تنظم روحك. احنا علميا نقولوا الالعاب تاع الصباح ماشي كيما الالعاب تاع المساء. احنا في سيكولوجيه اللعب نقولوا دائما في الصباح تكون العاب معرفيه، في الصباح تكون العاب معرفيه، بعد الظاهره دائما يكون العاب رياضيه ولا جسديه حركيه، وبعدها في الليل ما تكونش العاب حركيه لانه راح يرقد، تولي العاب تاع الخطابه، العاب القاء قصه، العاب يتعلم الخطابه بالك يولي امام كما قال شيخنا. احنا هذه نتناساوها. اهم مهاره عند الشخص انه يتعلم فنون الالقاء. انا نقدر ابني في المساء في الليل نقول انت اللي تقرا لنا القصه قبل النوم ويتعلم كيفاش يحكي بصوت خافت، كيفاش يحكي بصوت عالي، كيفاش يبلغ مشاعره. لماذا؟ لانه اهم الامور اللي نستفادوا منها من الالعاب انه الطفل يولي يعرف يعبر عن ذاته، يعرف يعبر عن مشاعره، ويعرف يعبر حتى على افكاره. هذه هي الاهميه تاع اللعب. لكن اذا كان اللعب غير موجه ويقول لك راهي الولد راهو هايل واش راهو يدير؟ او يلعب العاب الكترونيه، لا تستفيد شيئا. وكما قلت انت الخدعه اللي تنطلي على الاولياء انه يقول لك ذكي جدا وليدي، نعطي له الهاتف كيفاش يدخل؟ ما الفائدة من الأمر؟ الأمر خطير عالميا. نعود نذكر باللي قبل 16 سنة ممنوع الهواتف النقالة، ممنوع الشاشات. لماذا؟ لأن الخبراء دائما يقولوا تخيل احنا في زماننا وكان واحد يروح المدرسة ويدي معه تلفاز شاشة كبيرة ويزيد يدي معه راديو ويزيد يدي نقولوا غريب مشتتات، فما بالك هذا كامل موجود في هذيك القطعة اللي نسموها الهاتف النقال الآن. هو عبارة عن مذياع، عبارة عن تلفاز، عبارة عن قنوات، عبارة عن تواصل مع العالم الخارجي بخطوراته بالخطورة نتاعو. إذا نحذروا دائما نديروا نشاطات موجهة. مع الصباح قلنا ألعاب معرفية، كلمات متقاطعة، ألعاب المهم معرفية، بعدها نشاطات رياضية بدنية، وفي الليل دائما نحاولوا نعلموه فنون إلقاء الخطابة ولا القصة ولا رواية أحداث حدثت له اليوم، هكذا دائما يرتقي الطفل وترتقي قدراته معه. بارك الله فيك أستاذ. ومعلومة إضافية حتى المشاهد الكريم أنه التخطيط ربما الإشعاعي للعقل الذي يلعب، عقل طفل يلعب وعقل طفل يشاهد الشاشات الزرقاء طيلة اليوم، تخطيط مختلف جدا. كيف العقل الذي يقرأ والعقل الذي يلعب كيف ينمو نموا طبيعيا وتتفجر فيه كل يعني المعلومات وكل الأوعية في الدماغ، والعقل الآخر الذي يشاهد تلك الشاشات يبقى عقل طفل في عمر عامين أو عام أو ثلاث أعوام فقط. نسأل الله العفو والعافية. أستاذ تهامي زروق، أستاذنا الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة ربما نقول عبقرية والكلمة قليلة جدا عليه الصلاة والسلام
كيف فرق في اللعب، كيف بيّن من خلال السيرة، للذي يقرأ في السيرة النبوية الشريفة يطلع على ذلك، كيف فرق في اللعب بين الصبيان وبين البنات، وكأن اللعب زمان كان يعني يهيئ البنت اللعب بالدمية، يهيئ البنت إلى وظيفتها الطبيعية الفطرية في الحياة، ولعب الصبيان على الخيل أو الرماية كما ذكرت سالفا يهيئهم للقيادة، يهيئهم للحركة، للعمل، للخروج إلى السعي في المستقبل. نعم، قبل ما أجيب على هذا السؤال نعود بسرعة للموضوع السابق، يعني واجب الأولياء مع الأبناء. في قولنا في المأثور لاعبه سبعا، نعم، احنا اليوم الملاحظ يعني حتى نصحح هذه الأخطاء، احنا اليوم الملاحظ أن هذه الفترة اللي هي فترة اللعب واتفقنا على أنه ينبغي على الطفل أن يأخذ نصيبه منها تاما غير منقوص، تجد الأب يصطحب ولده إلى المسجد في جو من الحزم، في جو المسجد مكان مقدس، يعني لو يصرخ الطفل لا يليق، وبعد يرتكب سلوكات تترتب عنها ربما تأنيب من المحيط وكذا، نعم، فبينما هذا لماذا؟ لأننا خالفنا الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاعبه، هذه فترة اللاعب، صاحبه مازال شوي، فهنا لما يلحق السن تاع المصاحبة الله ما نعرفين وراه. هذا خطاب أستاذ يوجه للأئمة بصفة خاصة، إنهم هم من دائما على المنابر يشددون، والله هم يقومون بذلك. نعم، والله يقومون بذلك، يعني أنا الليل وأطراف النهار، يعني نعم، صراحة أنا وأنا شاهد على ذلك. فترى مثلا الولي يصطحب ولده، أحيانا حتى بنته الصغيرة معه للمسجد، نعم، هي أقل من 7 سنوات، بينما هذه المرحلة كما ذكرنا هي مرحلة لعب، لما تصل مرحلة المصاحبة لا يصطحبه للمسجد ولا يدري أصلا أين هو. إذن هذه ينبغي أن نركز عليها جيدا. لنعود الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرتي في تربيته للبنت طبعا يراعي خصوصيتها، يراعي إلى غير ذلك. هناك حديث، أنا حديث عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع يقول الراوي من غزوة خيبر أو غزوة حنين، وكلاهما يعني غزوة لها وقعها ولها أحداثها العظيمة، يدخل فيجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما لا يخفى عليكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني ما كانش عندها أولاد إلى غير ذلك، فكانت كثيرا ما تستضيف بعض البنات عندها في البيت، صديقاتها ويلعبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا، كان يراعي هذا. فمرة وجدهن يلعبن بالدومة، وكان عائد من غزوة، من غزوة خيبر أو غزوة حنين، سبحان الله. طيب أستاذ، نشوق المشاهد لسماع بقية القصة بعد أن يرفع على مسامعنا مشاهدينا الكرام أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر وما جاورها من مدن، فلنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن نواصل دائماً مع موضوعنا أهمية اللعب في حياة الطفل. توقفنا مع الأستاذة تهامة زروق في نقطة تعلمية، كيف كانت تلعب عائشة بالدمى؟ نعم، رضي الله القيمة. رضي الله عنها وأرضاها. ورأينا كيف ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من القائد الذي كان يقود الجيوش والذي كان في أمور مهمة تخص الأمة، ثم حينما يدخل إلى بيته يجد هاته سيدة عائشة، كما رأينا لما كانت وحيدة كانت كثيرا ما تستضيف بعض الصديقات فيلعبنا بعض الألعاب إلى غير ذلك، فوجد مرة لها دمى، فده يعني لم يمر مرور الكرام إنما دقق، ثم وجد من بين تلك الدمى فارس له أجنحة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فارس وله أجنحة؟ يعني الفارس يمشي على أربع. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: ألم تسمع بفرس إسماعيل كانت تطير، يعني لها أجنحة، بفرس سليمان كانت ولها أجنحة؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني كيف انتقل من دور القائد إلى دور يعني شخص يلاعب يراعي هذه الحالة إلى غير ذلك. بينما كان إذا تعلق الأمر بالأطفال بالصبيان تتغير، رأينا في الحديث الأول قال: يرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنه نزل ولعب معهم وشاركهم في اللعب إلى غير ذلك، ركوب الخيل، الرماية. لماذا؟ لأن هذه الألعاب تجعل من هذا الطفل تكسبه مهارات، تجعله يكتسب ذكاء اجتماعي. اليوم فارس ذو رجاء، فارس، نعم، لأنه اليوم وهو ينهزم وهو صغير يتعلم العمل الجماعي كذلك، لأنه الإنسان راه يلعب خاصة اللعب الجماعي. وربما هذا دور الأستاذ على كل حال نأكد عليه، اللعب الفردي هذا فيه فوائد ولكن اللعب الجماعي فيه فوائد أعظم، لأنه خاصة هنا أمة عندنا هذا التفكير الجماعي، حتى لما نقف في محراب العبودية لوحدنا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ومفهوم الأخوة ومفهوم الجماعة هذا حاضر في ثقافتنا، نعم، وفي عقيدتنا وفي قيمنا. لذلك اللعب الجماعي هذا يكسب الأطفال مفهوم الجماعة الانتماء والانتماء. اليوم ننهزم غدوة ننتصر، نتعلم كيفاش نتحكم في العواطف تاعي. أما للأسف الشديد اليوم هذا العنف اللي رانا نشوفوه عند كثير من الأطفال هو نتيجة هذا الكبت. طبعا هذا مجال يعني الأستاذ من الكبت دون عدم توجيه، نعم، الطفل للعب. هنا كما ذكرتي قضية مراعاة الأبناء، يذكرون أن هارون الرشيد جاء بالمؤدب لولده، وهذا كان من مفاخر العرب قديما، وهذا عجيب، يعني حتى يعني حكامهم حكام بني أمية أو بني عباس كانوا يحرصون على تربية أولادهم ويتخيرون لأبنائهم أحسن مؤدبين. وهذا من مفاخر الحضارة الإسلامية، يعني صراحة
أنهم رغم ذلك البذخ إن صح التعبير الذي وصلوا إليه كملوك إلى غير ذلك، ولكنهم لم يعني يهملوا تربية أبنائهم. فهارون الرشيد طبعا ولداه هم الأمين والمأمون ولي العهد. فسأل المربي بعد أيام، قال له يعني هل من ملاحظات على الأبناء؟ وحتى هارون الرشيد كان رجل حكيم، وكان رجل يعني من عظماء الإنسانية، حتى أنا نقول عظماء الأمة الإسلامية فقط. فقال له والله يا أمير المؤمنين لاحظت عليهم كثرة الحركة واللعب. فقال له هارون الرشيد، قال له لو لم يكن أبنائي هكذا لجئتهم بطبيب وليس بمربي. يعني إذا كان الطفل ما هوش كثير الحركة ويلعب، إذا نجيب له طبيب لأنه راه مريض. نعم، فهذا يعاني من علة. فقال له لا بأس، يعني هذا اللعب وهذا هذا متوافق مع فطرتهم ومع مراحلهم الأولى في الحياة. نعم أستاذ. بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ. أستاذ عبد الحليم فول، نبحث كثيرا لأبنائنا عن لعب مفيد، عن ألعاب تنمي الذكاء، تنمي القدرات الشخصية، تنمي الحوار، تنمي الانتماء إلى الجماعة. ولكن ما هو متاح اليوم، خاصة عندما تكلمت عن اللعب التوجيهي، ما هو المتاح اليوم في اللعب التوجيهي؟ متاح تقنيات متعددة للعب، من بينها الألعاب اسمها ألعاب حسية حركية اللي تنمي قدرات، وكما قلت انت في بداية الحصة تنمي قدرات الأنامل تاعو، الجسد تاعو، رجله. حتى الرياضات ولا الفنون الرياضية راح تساعد على تنمية هذه المهارات الحسية الحركية للجسم تاعو في سلوكاته. كاين ألعاب المحاكاة اللي اسمهم احنا التمثيل، أنه يبدأ يقلد الخطيب الجمعة ولا يقلد. احنا أذكر جيدا أنه كي كنا صغار في الكشافة كنا كنخرجوا مثلا في النزهة، كل مرة يقولوا لنا أنت وجد خطبة الجمعة، وإحنا صغار 7 سنوات 8 سنوات ونطلعوا على أساس خطيب الجمعة ونبدأ نقدم إلقاء. هذه المحاكاة مهمة جدا. كاين ألعاب متعددة، الألعاب الثقافية والفكرية موجودة كتب على هذا الموضوع، يقدر الإنسان من خلالها يدرب الأولاد نتاعو. كاين الألعاب تاع الكلمات، ألعاب الكلمات، كان ألعاب الكلمات متقاطعة ولا قلنا حفظ القصائد ولا. لكن انت قدمت إشارة مهمة، قلت الأولاد وكان نرجعهم لهذو الألعاب ما يحبوناش. وعلاش؟ لأنه احنا غرقنا، قلناها في الكواليس، نعم احنا غرقنا في الجانب تاع الألعاب الإلكترونية. العودة صعبة لكن لازم نديروها، هذه التربية، لكن هي الفطرة، يعني سيرجعون يرجعون إليها بسرعة. نعم، خاصة يعودوا يقولوا الحضن الأسرة. هذا مهم. احنا نظن باللي الولد كما قال الشيخنا، نظن باللي الولد راه معايا لكن هو مختطف حقيقة، عقليا وجدانيا فكريا بعيد عليا تماما. انا كي ندير الالعاب هذو في البدايه راح يتدمر، حتى الدراسات النفسيه والعلاجات تتكلم على هذا الموضوع. كي تعاود ترجع الاسره نتاعك لمكانه الالعاب اللي كانت موجوده زمان يبدا يتدمر الوالد، ما يعجبوش الحال. لكن مره اثنين ثلاثه هكذا يبدا يحس بهذيك التغذيه الراجعه، انه والديه راه معاه، امه راه معاه، الاب راه معاه، يبدا ينتبه وهو يحب هذاك الاهتمام تاع الوالدين، راح يحس بالقيمه تاع اللعب. كاين اسر يديروا الالعاب حتى في الجلسه تاع مائده العشاء ولا مائده الفطور، كاين العاب سيارة اثناء السفر استاذ. نعم، ايضا في السياره مشاركه. نعم، يعني جمله يتممها الاخر. او كلمه تبدا بها كلمه، دير الجمع بين الاسره. نعم، الطفل مع الاول قلنا احنا غرقنا في الالعاب الالكترونيه راح نلقاو صعوبه، لكن الامر كيفاش نقولوا مهم ويطلب جهد منا. الالعاب كنت تكلمتي انت تام في الكواليس على الالعاب اللي نشوفوها في الساحات العموميه. احنا حتى في علم النفس في البدايات كانوا يظن العديد من الخبراء كانوا يتكلموا باللي الطفل عنده طاقه لازم يفرغها. لكن بعدها جات هذه النظريه قدموا عليها بزاف الانتقادات، الكثير من الانتقادات. لماذا؟ لانه هذيك الطاقه اللي تقولها، وعلاش الطفل هما يقولوا وكانك عندك طاقه ولازم تفرغها في اللعب؟ لكن هي لا الطفل لازم يكون دائما الالعاب نتاعو موجهه اللي هدف، ما يخلوش طاقه. علاش؟ عجل يقدر الطفل هو ما عندوش طاقه راه نعسان، لكن يبدا يبكي على لعبه، منين جاب طاقه؟ معناتها هو دائما نحاول نعتمدوا على تنميه قدراته الذهنيه والوجدانيه والعاطفيه اكثر ما نعتمدوا انه نفرغوا له الطاقه هذيك في العاب خارجيه. انت قلتي على الارجوحه والشيخنا تكلم على السباحه والرمايه، كاين العديد من الكتب
كان بحث في الدراسة الدكتوراه يتكلم عن الألعاب في الإسلام، ودائما هذه الألعاب كانوا موجودة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالحديث، وذكروا كان اللي كان يصارعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا ربحتني تعطيني شات. معناتها احنا في الإسلام كاين فسحة، ونعرفوا القصة المشهورة تاع عائشة رضوان الله عليها كي كانوا الحبشة هذوك يلعبوا في الرماح في المسجد تاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تشوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي تاع علم يهود أن في ديننا فسحة. لكن القاعدة الأساسية اللي يقولها دائما أنا في المحاضرات اللي نقدمها للمدارس، وأذكر جيدا أنه العام اللي فات جاء واحد الولد قال لي الدكتور أهم قاعدة ديتها في حياتي هذه اللي نجحتني شهادة البكالوريا، نعاودها الآن. أنا مرة رحت الثانوية قالوا لي ألقي كلمة لكن 30 ثانية فقط، قلت لهم لا الكلمة تاعي هذه هي اللي نعاودها الآن في الشاشة. كي يكون طفل يلعب، أنت أي واحد اللي راه يسمع فيه الآن، نقولوا كي تكون تلعب لعب مليح، وكي تكون تقرا تقرا مليح وما تخلطش بيناتهم. نعم. معناتها كي يجي وقت اللعب وواحد يجي يكلمك على القرايه يقول لا لا وقت اللعب خلينا نركز راني داخل مقابله تاع كره القدم. على العكس كي نكون انا نقرا ويجي واحد يحكي لي على المقابله تاع كره القدم نقول لا لا ماشي وقت هذوك وقت القرايه ما تخلطش بيناتهم، كي تلعب لعب مليح وكي تفوز عيط وصرخ ووقت لعب عيش لكن اللحظة. نعم وكي تكون تقرا قرا مليح وما تخلطش بيناتهم راح تشوف نجاح رائع جدا، وهذا نمارسه حتى في حياتي انا. هذه القاعده هي اللي نمارسها، كي تشوفوني في اللعب ما تشوفونيش الاكل ما تسالونيش على اي موضوع. بارك الله فيك استاذنا، بارك الله فيك، ربي يجازيك كل خير. استاذ تهامي زروق، اليوم نتحدث عن اللاعب، ويقول الحديث لاعبه سبعا اي شاركه وهو في سبع سنوات. هذه المشاركه ما الذي تضفيه؟ تحدثنا عن اثارها عن الطفل، لكن ما الذي تضفيه على يعني الاب او الام؟ نعم جميل جميل جدا، لا شك ان هذه المشاركه اول فائده، وهذا الرباط الذي يكون، هذه العواطف، هذه العاطفه التي تكون بين الابن وبين الاب او بين الابن وبين الام، هذه الرابطه ستقوى لا شك في ذلك، خاصة في هذا الجو من اللعب، لأنه في جو الحزم كما ذكرنا ربما الخطأ غير مسموح به، بينما في جو اللعب الخطأ مسموح، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أثناء اللعب كذلك ننبه أننا نترك فرصة لأبنائنا للخطأ، هذا لازم يعني نأكد عليه، وأنا نأكد عليه مرارا، لأن ربي راه ما يحاسبهمش، علاش نحاسبهم هنا؟ رفع القلم عن هذه المرحلة لحكمة يعلمها الله وقل من يفهمها، فنترك لأبنائنا فرصة الخطأ. هذه الأخطاء، هذا اللعب، هذا المرح، هذه فرحة الانتصار أو الشعور بالانهزام كذلك، خاصة إذا كانت لعبة جماعية ربما الأخ هذا فاز والأخ هذا انهزم، هذا مع المواصلة ومع الاستمرار يكسب العائلة روابط ووشائج وقيم سيجني الآباء والأولياء ثمارها مستقبلا من حيث لا يشعرون. أما إن أهملنا هذا اللعب وبقي كل واحد يعني متقوقع في عالمه، فمتى يحصل هذا التواصل؟ نقطة أخرى كذلك ربما حبيت أن أكد عليها في قضية اللعب بالهواتف إلى غير ذلك، علماء النفس، وهنا مرة رانا نتبادل الأدوار مع شيخنا، مما مر بي يعني قرأته مرة قضية الحواس أستاذ، يعني في اللعب أن الحواس وجدوا بأن الحيوانات المفترسة تستعمل حاسة البصر كثيرا، الجوارح إلى غير ذلك، فوجدوا بأن هذا الطفل الله عز وجل هنا أعطانا حواس متعددة، حاسة اللمس، السمع، البصر، التذوق، فاللاعب ينمي هذه الحواس معا، يعني خاصة اللعب الجماعي، حاسة اللمس، السمع، البصر، فكل الحواس سمفونية كاملة تشترك، بارك الله فيك، تشترك هذه الحواس كلها، فيحدث هذا النمو، خاصة كما ذكرت إذا كان معه في الأسرة. بينما هذه الهواتف تجعل الابن يركز فقط على حاسة البصر، فوجدوا بأن التركيز على حاسة البصر ينتج لنا أطفال عدوانيين، وهذا الذي هذا ربما أستاذنا يعني هذه إجابة الحيوانات المفترسة. نعم، فهذه ربما إجابة للناس الذي سألوا من أين يأتي هذا العنف،
لماذا الأم أو الأب يسأل وليدي لما نتكلم معاه يرفع صوته عليا كذا كذا؟ لأنه يعني ربما هذا اللاعب الذي أهملناه، هذه المشاركة، هذه كذا، هذا هو ثمارها التي نجنيها وللأسف الشديد. بارك الله فيك على هذا التنبيه، خاصة للآباء والأمهات. بارك الله فيك أستاذنا أستاذ عبد الحليم فول. تحدثنا عن اللاعب المفيد، تحدثنا عن ما يجب اجتنابه في اللاعب، ما يجب الانتباه إليه. نتحدث عن مرحلة التربية بعد اللعب، بعد مرحلة اللعب وأطفالنا يلعبون، مرحلة التربية هل لها علاقة بهذه المرحلة، مرحلة اللعب؟ هل هي مرحلة تمهيدية لمرحلة التربية؟ يعني إذا شاركنا أبنائنا في اللعب لمدة 7 سنوات وعلمناهم ويعني أدخلناهم في جو المسموح والمحظور، يعني في اللعب يعرفون ما هو مسموح، في العلاقة بين الأب والابن، بين الأم والابن أيضا، في الاحترام، في عدة نقاط، وخارج اللعب يعرفون أنهم في مرحلة خارج، نعم، وهم أذكياء جدا، يستطيعون حتى في سن صغيرة يستطيعون التفريق بين هذه المرحلة والمرحلة الأخرى. هل مرحلة التعليم، مرحلة التربية هي ممهدة لها وهامة لها؟ نقول هذا الفصل، نقول مثلا جات مرحلة اللعب وجاء مرحلة التربية والجد، نظن باللي شوية أنا ضبطنا الإنسان بضوابط، نعم، وكأنه نعم، كيميائية. لكن في الحقيقة النفس البشرية تبقى تلعب حتى في السن المتأخرة. أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة هو في سن فات 60 سنة، ومرة سبقاته ومرة سبقها. أنت اللعب هو حاجة بشرية في كل وقت نحتاجوها. لذلك حنا نقولوا هذاك اللعب هو حاجة لينا احنا ككبار، لأنه قاعدنا طفل صغير داخل أنفسنا، نعم. لكن الصغار نحاول قدر المستطاع أن يكون فيه فائدة معرفية، فائدة إدراكية، فائدة في تنمية القدرات نتاعهم. نعم، انت قبل مع الأداء كنت سألتي على اضطراب من الاضطرابات اللي أصحابه يعانوا بزاف إذا احنا ضبطناهم وكبتنا هذيك الطاقة اللي عندهم، وهي نقص الانتباه، فرط الحركة، ولا تشتت الانتباه وفرط الحركة اللي يعانيوا بزاف منه الأولياء، ويجوا هما يشخصوا، يقول لك وليدي عنده توحد، ولا يقول لك وليدي عنده حتى الأساتذة أستاذ يعني في، نعم، الأقسام يشتكون من ذلك. نعم، وهي في الحقيقة هذا الاضطراب يحتاج التشخيص، كان علماء النفس يقولوا حتى بالك 3 أيام التشخيص ياخذ وقت. أنت يقدر هذاك الولد يبقى 3 أيام في المركز وما يدرسوه، ويسألوا المعلمين ويسألوا الأولياء ويسألوا هل هذيك الحركات موجودة في المنزل وموجودة في المدرسة بشكل متوازي. لماذا؟ لأنه التشخيص صعب. لكن أنا أقول تخيلي إذا كان ابن هو عنده تشتت الانتباه وعنده فرط الحركة، ويكون تواجده في أسرة مضبوطة تماما ما فيهاش اللعب، راح يدمروا شخصيته، راح يدمروا نفسيته حتى كي يكبر. لماذا؟ لأنه هذا الاضطراب هو اضطراب نمائي عصبي، أنت مشكل حقيقي في الفصل الدماغي للولد. إذا كانت أنا ضبطته وقلت له ما تتحركش وما بالك وعلاش ما راكش منتبه، راح نزيد نخليه يعاني. على ذلك نقول اللعب مهم جدا للناس العاديين، فما بالك أصحاب الحاجات الخاصة. احنا اذا لقينا الطفل مضطرب وعنده مشاكل، مثلا الاطفال تاع التوحد ولا هادو تاع نقص الانتباه وفرط الحركه، هنا يتوجب علينا الاهتمام بهم من ناحيه تاع اللعب وتفريغ هذوك الطاقات زياده، ماشي كي نشوفوا عنده مرض ولا عنده اضطراب تما ونزيدوا نضغطوا عليه ونقيدوه كما كانوا يديروا في العصور المتخلفه. احنا مسلمين في العصور اللي كنا متقدمين في الطب كان عندنا مستشفيات نفسيه، نعم، كنا نسميهم ماريستانات، معناتها فيهم انهار داخل المستشفى، كان نعم، مستشفى بن طولون في مصر في القاهره كان تشوفيه وتقولي قصر ملكي هو للطب النفسي. الغربيين كانوا يربطوا المريض النفسي وكانوا يعذبوه. احنا اياك يا ولي ام ولا اب انه تشوف هذاك الولد عنده اضطراب ولا عنده مشكل مرض نفسي وانت تروح تقيده باش تقدر تمارس مهامك. لا لا، اللعب مهم للاطفال العاديين، واللعب مهم خاصه للاطفال اللي عندهم حالات خاصه. وانا قلنا مثلا اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركه يتميز بهذيك الحركه الغير مضبوطه والتململ، ما يقدرش يقعد في الكرسي يبقى يتحرك،
الامر الثاني يتشتت الانتباه نتاعو، معناتها كان امره انا يدير وظيفه ما يقدرش يركز فيها، تمتم التشتت نتاعو يكون يسمع صوت يروح مع الصوت هذاك. الامر الثالث من خصائص هذا الاضطراب انه يكون عنده اندفاعيه، قادر يسرق، قادر يكذب، لكن هو في اصله ماشي اخلاقه سيئه ولكن هو راهو يعاني من الاضطراب. على ذلك نقول الاولياء اذا كان اللاعب مهم بالنسبه للاطفال العاديين فهو يولي اهم بالنسبه للاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه، ما لازمش نقيدوهم، ما لازمش نعاودوا نولوا التخلف، لانه احنا مسلمين كنا مطورين بزاف في العصور الوسطى كي كانوا الغربيين يقيدوا المريض النفسي. احنا لازم هذاك الطفل اذا كان عنده اضطراب نهتموا به ونعطوا له العاب، والحمد لله كاين الناس مختصين في المجال ويقدروا يساعدوه في الموضوع. هل يجب ان يتجه الى طبيب نفسي او مختص في حاله الاضطرابات هذو كما التوحد ولا نقص الانتباه وفرط الحركه؟ يجب يعني هذا الشائع نعم بين الاطفال. نعم نعم لازم 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 اهتمام طبي ونفسي ولازم مختصين يقوموا بالامر. طيب هل اسبابه عضويه ام نفسيه ام اجتماعيه محيطيه؟ اسبابه هي في العاده يقولوا اسباب جينيه معناتها وراثيه فيزيولوجيه، كاين وهذا السؤال ذكي منك جزاك الله خيرا، لانه كاين بعض الناس يظنوا باللي اسبابه اخلاقيه، يقول لك الوالدين ما عرفوش يربي والوالدين ما ضبطوش، هي لا هو اسباب فيزيولوجيه حقيقيه وهي اسباب بيولوجيه تعود الى الوراثه، ولا كاين مشاكل نمائيه في الاعصاب حقيقيه، معناتها ما عندهاش علاقه بالوالدين ما رباوش ولا الطفل ماشي مربي ونعطيو له احكام اخلاقيه. الامر خطير جدا وهذا يقول باللي ما عندناش وعي بالامراض النفسيه. الاصل انه دائما نثقفوا في الموضوع باش ما نتهموش هذوك الاولياء ولا نتهموا هذو الاطفال باللي عندهم مشكل اخلاقي. عدم اطلاق الاحكام. بارك الله فيك استاذ، بارك الله فيك استاذ تهاني. في الاخير لابد ان نختم بان هؤلاء الاطفال هم الامانه، اعظم ما يمكن ان نقدمه لهذه البشريه، طفل سوي، واللعب جزء لا يتجزا ابدا من شخصيه هذا الطفل وهو حقه علينا. كيف يمكن ان نوجه المشاهد الكريم خلال كلمات لتربيه ابنائه والاهتمام؟ نعم، في الأخير نخاطب الأولياء قائلين بأن هذا الطفل الحياة قاسية صراحة، يعني الزمن هذا الزمن قاسي، يعني صراحة والتربية أصبحت أصعب، فإذا كان هؤلاء الأبناء لم يجدوا الملجأ في قلب الأب والأم، يعني اللي هو أحن يعني المفروض، فأين سيجدون الملجأ إذن؟ فلا بد من أن تتفهم هذه النقطة، والله عز وجل يعين من دون شك إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذنا تهاني زروق إمام مسجد البشر إبراهيمي بمفتاح البليدة، أستاذنا دكتور عبد الحليم فول، بارك الله فيك على كل ما تفضلتما في هذه الجلسة. أعتقد أنه العبارة الأخيرة أن كما قال الأستاذ أن في كل واحد فينا طفل، أن بداخل كل واحد فينا طفل عليه أن يطلقه خاصة مع أبنائه وقت اللعب، فلنستمتع بذلك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.